البطل اللي بيلعب على بطولة. بس عدد اصابات الاهلي بقت كبيره، الراجل دي خط حقيقة، الظهر يعني هي خط ما بقتش الظهر، عارف هيلعب بمين. خط الظهر اتفق معاك يا كابتن سيف. يعني تغيير مدرب في وقت قصير مع فكر مدرب تاني بيجي، وكل واحد بيفكر. يعني احنا شفنا مثلا، هقول لك حاجه، شفنا فايلر كان مثبت الاربعه اللي ورا، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، احمد فتحي، علي معلول. ورامي احيانا بعد كده ما ده شويه وتعور، جينا بعد كده رامي تعور، جه بعد كده ايمن اشرف تعور، جه بعد كده لعب مباراه الكاس اخر مباراه ليه مع الترسانه، لعب حمدي فتحي وياسر ابراهيم ما مشيتش قوي. موسيماني جه راح يعني عكس شويه، وبقى ايمن اشرف اتعور، جاله وجات في السمانه. رجع النهارده حمدي فتحي هو اللي لعب ورا. لا الخط مش ثابت، في اصابات كتير، لكن انا اعتقد ان الفتره اللي جايه او الماتش اللي جاي هيكون في عوده لعلي معلول، احمد فتحي ممكن يبقى باك رايت، محمد هاني يدخل وسط السيرد باك مع يا ايمن اشرف يا سرد باك، سرد باك سيرد باك محمد محمد هاني هاني النهارده. اصلا النهارده محمد هاني ما اقدرش اشيله مستحيل، بالشكل اللي عمله ده النهارده ما لعبهاش ولا والروح. مره. لا لعب قبل كده كابتن، لا محمد هاني لعب سيرد سرد سوبر باك، مرتين، لعب. يعني هو الوحيد اللي اجهز هو الراجل اكتر بقاله فتره من حمدي بيلاعب فتحي ده يمين وده شمال، يعني ممكن يغير، ممكن يلعب عشان احمد علي مش فاني، ممكن موجود. يلعب احمد هاني، احمد فتحي مثلا ديفندر نص ملعب في الثلاثه، ويلعب محمد هاني يمين. لو هو احتاجه في كده، لو هو ايمن اشرف تاكد ان هو سليم. ما هو خلي بالك اللي بيضطرك انك تعمل كده انك لعيبه مش موجوده او لعيبه مصابه، فهو ده الظروف اللي هتمر على الفرقه. هو النهارده جرب حمدي فتحي مرتين في المكان ده، طب ماشي حمدي فتحي يقدر يؤدي الكلام ده في مصر؟ يقدر يؤدي بشكل قوي، لكن في افريقيا هل هيقدر؟ لان انت عارف في افريقيا بقى الفرقه الوداد بيلعبوا دايما على الكرات الثابته بشكل كويس قوي، بيعملوا الكرات العرضيه بشكل قوي جدا، يعني عندهم عنف وزياده عدديه داخل الصندوق جامده جدا، وعندهم اطوال. طب هل النهارده ياسر ابراهيم هو اللي هيبقى فارق لوحده، ولا محتاج حد تاني طويل؟ فانا بقول ان هو محمد هاني ممكن، الا لو هو ما اضطرش لده. ايمن اشرف في المكان ده جاهز اكتر وموجود اكتر باستمرار، فان شاء الله يرجع ويبقى موجود. الاهلي النهارده عمل مباراه كبيره 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 قدام بيراميدز، ولكن يفتقد الاهلي بشكل كبير جدا للفينشنج الاخير. والله طبعا، يعني بص الفرص ما كانتش كتير قوي، هي الفرص يعني كان تاخد يعني متشابه هنا وهنا. يعني هنا اتنين فرصه في الشوط الاولاني للبيراميدز، اتنين فرصه للاهلي او ثلاثه وثلاثه، والعكس برضو كده الشوط الثاني كان ثلاثه وثلاثه. الفينش مش موجود لان بادجي خرج، وانت لعبت مضطر انك بتلعب ناقص واحد، فبالطبيعي ان انت الموضوع الزياده العدديه مش موجوده. لكن لو كان فيه النهارده السوليه موجود ومكمل، اعتقد ان كان هيبقى فيه زياده عدديه، كان هيبقى فيه اهداف، كان ممكن نشوف الماتش يطلع باهداف للنادي الاهلي. انا كنت متوقع الاهلي يكسب النهارده بدليل هو التشكيله هو اللي حطينا فيها. الغريب يعني النهارده ان الاهلي يلعب 10 لعيبه ويهاجم كده ويوصل بالشكل ده كتير، يعني المفروض ان 10 لعيبه ان انت بتقفل. لا واضح ان موسيماني مش طريقته دي، يعني التقفيل ده مش منهجيته. هو فايلر كان كده، موسيماني جه لقى الفرقه بالشكل ده، وهو حابب، هو بيقول لك انا يعني انا لسه ما حطيتش بصمتي الاكيده وطريقه اللعب، لان انا طريقه اللعب هتاخد وقت شويه قبل ما احفظها للعيبه. هو دايما عايز يلعب كره هجوميه، عايز عنده سرعات في كل خط كتير جدا تساعده على نقل الكره. هتشوفها امتى؟ عارف تحسها امتى؟ مباراه امبي، كابتن حلمي طولان طلع وقال لا الاهلي اتغير مع موسيماني، انا شايف ان موسيماني اضاف للنادي الاهلي. فلما سالناه ليه واتكلمنا معاه فقال لك لا الكره هي اللي بتتحرك. فعشان كده كانت صعبه علينا، نيجي نضغط تلاقي الكره راحت، نيجي نضغط تلاقي الكره راحت، فالاهلي وصل وخلص في اول ربع ساعه الماتش. فعشان كده في فرق النهارده، حتى في كوره تقريبا جبناها هنا شفناها في الاستوديو التحليلي، كانت في الشوط الثاني، الثاني نقلات اللي هو استلمها اليو ديانج من نص الملعب، جري بيها 20 متر وبعد كده سددها، شالها المهدي سليمان. بص النقل، انا عايز اوريك النقل كان منين، من خط الظهر للباك ليفت لاجاي لديانج، ديانج خدها وجري وسط. يعني بيوريك ان هما بيلاقوا بعض، هو دي طريقه لعب موسيماني، ان هو عايز يبقى كمان في سرعات اكتر في الملعب. هي يا كابتن هي دي اللي انا بتكلم عليها، دي اهي كانت من ورا خالص، رجع بص ديانج جاي منين، هي اصلا منقوله من بدري كمان ورا، بص راح مساحه حوالي 30 متر او 30 يعني 30 35 بعد كده سددها. دي من الفينشنج يا كابتن. بص لو عدنا الكوره دي، الكوره ضربها برجلين الاثنين. اقول لك ليه؟
عشان هو راح بص لو معانا هو طبعا تعب. لا هو بص الاول على زمايله يلعب لمين. ما لا في لقطه ثانيه خبطت اليمين. بص بص هو بص الاول هو فينا بس هو واقف يعني ارجع سنه بس عشان اوريك اشرح لك. أيوة هو ماشي. بس بص يا كابتن خلاص راح عشان هو ما شافش الكره فين يا كابتن سيف. هو شايف عايز يدي لحد على يمينه واحد على شماله فلقى ان هو الاثنين ممسوكين والزياده العدديه اكتر لفريق بيراميدز فما شافش الكره فين فسدد حتى زاد التسديده لو هي مواجهه. بص بزاويه بص يا كابتن دي بزاويه دي لو واقف صح ما انت عارف انا في التسديد انا عارف التكنيك بتاعها فلو هو واقف صح دي كانت تخش جول. المهدي كمان النهارده عامل مباراه كبيره الحقيقه. نجم المباراه انا قلت إيليو ديانج والمهدي سليمان نجوم المباراه هي دي بقى الكره العرضيه اللي انا بقول لك عليها يعني النهارده دي بتاع جون ايتو دي. لا الطبيعي ان هو بيطلع بيبقى راكب الكره بورتو ويحطها جول اللي بعديها دودو جباز. فانت النهارده لا النادي الاهلي لازم يبقى مامن اكتر في الكره العرضيه. هنا النهارده في الماتش ده 3 كرات عرضيه او 4 بالكتير. لا في المغرب لا هتلاقي كرات عرضيه كتير لان هي دي طريقه واسلوب دي بتاع دودو الجبازه اللي في الاخر الماتش يعني كرات عرضيه. يعني انا بعذر طبعا حمدي فتحي وبعذر برضو ياسر ابراهيم لان الزياده العدديه النهارده فرقت لكن الروح ده المكسب الوحيد النهارده للنادي الاهلي كان مكسب كبير النهارده. وندل عن شيء برضو الكابتن ان هو كان ممكن النادي الاهلي ما بيلعبش تحت ضغط وممكن ينزل بخمسة ستة من الناشئين وخمسة ستة من الكبار يعمل توليفه اتغلب مش فارقه الاهلي لكن هو لعب بالظبط ان هو نازل. الاهلي بيلعب دايما على المكسب انا مش دعوه بحد ومش هنزل عشان اساعد فرقه على حساب فرقه لا انا بشوف نفسي انا الاول انا كنادي اهلي لا انا اسمي كبير وكياني كبير فبالتالي انا عايز انزل اكسب هتديني دفعه معنويه للماتش الجاي. فالنهارده عمل نتيجه وروح ايجابيه وروح قتاليه في الملعب لا تاهله ان يعمل نتيجه ايجابيه هناك في الوداد. صفقات اللي اسمع البيراميدز ولعبته اللي موجوده اللي كانت في الملعب والاسامي الكبيره اللي عنده مش بحجم الاداء. عندك حق دي انا اتفق معاك فيها يعني ممنوع البيراميدز بنسمع عن اسامي كبيره علي جبر عمر جابر عبد الله السعيد دونجا انطوي محمد فاروق احمد توفيق اسلام عيسى ابراهيم حسن شناوي لا اسماء هم فرقه بره وفرقه بره جوه بس ده ما شفناهوش في الملعب يعني انا ما شفتوش النهارده لان النهارده الفرقه الكبيره لا انا ما يطرد منك واحد انت ما تستغلش الفتره الزمنيه اللي هي 65 دقيقه مش عارف تسجل في فريق كبير اصل انت بتلعب فريق كبير مش بتلعب فريق صغير يعني فدي بنت لي اول النهارده. تاني حاجه الماتش اللي فات اف سي مصر ضيع فرص كتير لكن انت كسبت في الثانيه يعني في الدقيقه الاخيره الوقت بدل الضايع في دقيقه 47 من الشوط الثاني في مباراه اف سي مصر. طيب.